اختتمت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الدورة 20، دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله، بمسابقة أجمل الأصوات، والتي حضرها جمهور كبير من المسؤولين. لا شك أن الجائزة استطاعت بعد مرور عقدين من الزمن على تأسيسها أن ترسخ أقدامها وأن تنافس أقوى المسابقات العالمية، بل وتتقدم عليها بالعدد المشاركين من اتساع رقعة يعني المشاركين من كافة أقطار المعمورة، وكذلك بقوة المنافسة في هذه الدورة التي شاهدناها على مدى 11 ليلة يتنافسون، والمراكز كلها تقريبا متقاربة. تألقت دبي في استقطاب هذه الشريحة الكبيرة من أرجاء المعمورة من أبناء الوطن العربي والوطن الإسلامي والبشرية جمعاء، حيث شارك عدد كبير وتنافسوا وتدارسوا كتاب الله عز وجل القرآن الكريم في شهر القرآن. فهنيئا لدبي هذا النجاح في الدورة 20 في هذه المسابقة. وكرم سموه أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وممثلي المؤسسات الراعية ووسائل الإعلام، ورافق سموه في التكريم مستشار الشؤون الثقافية والإنسانية لصاحب السمو حاكم دبي المستشار إبراهيم محمد بوملحة، حيث شمل التكريم لجنة تحكيم المسابقة الدولية ولجنة تحكيم التصفيات المبدئية و32 مؤسسة راعية لفعاليات المسابقة، إضافة إلى تكريم ممثلي 13 قناة فضائية محلية ودولية و17 صحيفة وجريدة محلية ودولية ووكالة أنباء الإمارات و9 إذاعات محلية ودولية شاركت في تغطية فعاليات المسابقة. مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم كنت أسمع عنها يعني قبل 5 أو 6 سنين هكذا. هي تعتبر من أقوى المسابقات الدولية، وفعلا هذا ما رأيناه هذا العام، خصوصا يعني لما فتحوا السن يعني من حتى 25 سنة. يعني هي تعتبر من أضخم المسابقات الدولية في العالم العربي الإسلامي. ما شاء الله، مسابقة جيدة.